الجمال مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل. إذا اتخذنا قرارا يتعلق بليلة عظيمة، ما هي هذه الليلة؟ وما هو القرار الذي نريد أن نتخذه بشأنها؟ حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما الذي ميز هذه الليلة أن يكون لها هذا القدر العظيم وهذه المكانة الرفيعة؟ اختيار الله سبحانه وتعالى لها من بين الليالي والأيام لأن ينزل فيها أعظم كلام، كلام الله. القرآن نزل في هذه الليلة المباركة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. متى تكون ليلة القدر في رمضان؟ تكون في العشر الأواخر من رمضان، وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يجتهد الناس في ليالي رمضان حتى يدركوا هذه الليلة المباركة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يعني معناته حتى نعم فعلا ينال هذه الليلة، حتى يدرك هذه الليلة العظيمة، يدركها. نعم عفوا، ليلة القدر. وهذا هو حال سلف هذه الأمة، يبحثون عن هذه الليلة، يفتشون عنها، يقضون 10 أيام في المساجد من أجل أن يدرك الواحد منهم ليلة القدر. الله. طيب ما شنو الإنسان أو المسلم المطلوب حتى ينال فضل هذه الليلة؟ ماذا يعمل؟ يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رمضان كامل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحديث آخر تخصيص، يعني يستثني ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام يا أبو حسين، ليلة القدر ليلة واحدة، تدري الإنسان يعني من الغروب ليل الفجر، ها تقريبا يعني كم ساعة؟ الحين ساعة. الحين الأذان تقريبا 7 العاشر، أقل من 12 ساعة. في الصيف راح تكون تقريبا 11 ساعة، 11 ساعة وربع. هذه الليلة، هذه ال 11 ساعة خير من لا أقل شيخ، أقل أقل من 11 ساعة. لا شوف الحين تقريبا الأذان تقريبا 7 إلا ربع، 7 إلا ثلث بهالطريقة، من 9 إلى 10 ساعات. والأذان الفجر تقريبا بحدود 3:30. عموما هذه الساعات اليسيرة الله قال عنها خير من 1000 شهر. الله. مو مثل عبادة 83 سنة وبضعة شهور، مو مثلها، لا أفضل وخير من 1000 شهر. بتعيش 83 سنة يا أبو حسين؟ الله ثم تعيش. الله يطول عمرنا وعماركم. أنا بعيش 83. الله. قليل منا
اللي ممكن والمشاهدين قليل منا اللي راح يعيش 83 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، لكن الكريم الرحيم جعل هذه الأمة تختص بخصائص ومميزات، أعمال قصير أعمال قصيرة وأعمال قليلة يعطي عليها الخير العظيم، ومنها ليلة القدر. والله شيء يخلي الإنسان يحتار كيف المسلم يضيع هذه الساعات اليسيرة وهذا الفضل العظيم بشيء أصلا ما يسوى. يعني الآن هذه إحدى العطايا الربانية التي عوض الله عز وجل بها الأعمار القصيرة لهذه الأمة، أن يعطينا مثل هذه الليالي يعني العظيم. ليلة القدر، الآن الاعتكاف بين الشروق وبين أذان الفجر والشروق، كيف الإنسان يأخذ الأذكار الموجزة، كل هذه الإنسان سبحان الله يأخذ حسنات كثيرة، وربما لو يسويها بوقت واحد ما يقدر. هذا يدل على رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، أعمار قصيرة لكن يختصك الله عز وجل بأشياء يسيرة حتى يرفع الله عز وجل من شأنك ويعلي الله عز وجل من قدرك ويضاعف الله من حسناتك. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني سبحان الله شيخ علي، لماذا الله عز وجل ميزها؟ لأنه ينزل فيها في تلك الليلة، الله عز وجل يقدر في تلك الليلة من الأرزاق، من الفرح، من السعادة، من كل شيء من نعيم الدنيا والآخرة في تلك الليلة تنزل. من أجل ذلك يعتكف الإنسان في مسجد من مساجد الله عز وجل، وإن لله نفحات، فتعرض يعني لا تطوف. لما نسمع الشيخ منصور وهو يقول الحديث اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال لا أكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كم من إنسان سيعفو الله عز وجل عنه في ليلة القدر، كم إنسان سيكرمها الله عز وجل بالعفو، بالمغفرة، بالرحمة، بالسعادة، بالجنة. والعفو منزلة عظيمة، من أعلى المنازل في قضية المغفرة والتوبة. فوق ها خلاص. سبحان الله، في تلك الليلة تنزل الملائكة، وينزل أعظم الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. متى يرتحلون؟ متى يعني تنتهي يعني مهمتهم في تلك الليلة؟ عند الفجر. الله أكبر. من أجل ذلك ذاك يوم عظيم يجب علينا أن نسارع فيه بالطاعات وأن نحقق القيام. قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتخذ قرارا عزيزي المشاهد لكي تنال هذا الفضل العظيم من ليلة القدر، ليلة المكانة العظيمة، بأن تستغل هذه الساعات لتكون حياتك مع الله أجمل. اجعلنا إلهنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا إلهنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا إلهنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان، نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن،
فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجناح.